نتكلموا ان شاء الله على قطاع المزازير انتي عبر سؤال لوزير الداخليه وخاصه المزازير البلديه اليوم سمحوا للقطاع الخاص باش يتاهل هاد الحرفه وباش ينظمها في اطار خصوصي باش يدفع لهذا القطاع الحيوي الهام لانه هو قطاع مهني وبالتالي خصو المهنيين هما يتكفلوا به. كذلك بالنسبه للمزاجر الجماعيه خاصه البلديه والمدن المتوسطه والكبرى خص الدوله هي تمشي في ما يسمى بتدبير مفوض ويدعموا الجماعات المحليه باش يمشيو في هذا الطريق هذا لانه كما قلنا قطاع مهني وبالتالي خصو المهنيين وبالتالي عندنا مشاكل كبيره واختلالات كبيره فيما يخص الذبيحه وخاصه عندنا الذبيحه السريه منتشره بشكل كبير وبالتالي باش نطوقوا هذه الظاهره المشينه يلزم اننا نديروا دفتر دفاتر التحملات وتكون مزازير في انتر التدريب المفوض القطاع الخاص وتحت مسؤوليته في اطار اللي هو شفاف خاضع لفرض التحملات من ناحيه المراقبه الصحيه المراقبه التقنيه والقانونيه وبالتالي غادي ندفع بهذا القطاع باش يرقى المستوى المطلوب لانه قطاع حيوي وقطاع ديال اللحوم الحمراء بالخصوص وقطاع حيوي بالنسبه لصحه المواطنين وبالتالي خاصنا القطاع يتاثر ويتقنن ويكون في المستوى المطلوب على غرار الدول المتقدمه في هذا المجال.